كان عندنا درع واحد واليوم مشتركينا كان هذا الرقم اليوم هذا الرقم. اذا اصور هذا الفيديو بس انا متردد شباب، واول مره اصور فيديو وانا متردد. ليش؟ لان ما اريدكم تشوفوني وانا حزين وانا ابكي وخايف، خاف ابكي بهذا الفيديو. لان عندي فيديو راح اوريكم اياه، يعني ان شاء الله شباب ان شاء الله ما ابكي. هلا والله شباب، شو اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. بدايه عيدكم مبارك وايامكم سعيده، وان شاء الله يا رب سنه خير وبركه وعافيه عليكم وعلى عوائلكم وعلى اصدقائكم وعلى جميع اي شخص تحبونه. فيديو اليوم جوابي على سؤال اجاني من سنه 2021، اول يوم سنه 2021 لحد هاي السنه سنه 2022. السؤال هو ياني شنو هاي الصوره شباب؟ هاي الصوره ياني شنو هذا الرقم؟ يعني شنو هذا الرقم؟ شنو هاي الصورة؟ يعني شنو هاي؟ إذا متابعيني هاي الصورة أبد ما تحركت، صار سنة كاملة عد اليوم ينطح يوم أبد ما تحركت منها شباب. اليوم راح أجاوبكم على هذا السؤال، بس قبل لا نبدي خلي أجيبكم الصورة وأجي. الله، سنة كاملة أنسأل يعني شنو هاي الصورة؟ يعني شنو هاي الكتابة؟ يعني شنو؟ طبعا للمعلومة هي مو صورة واحدة، هن عدة صور تقريبا خمسة، بس قبل لا أقول لكم شنو هاي الصور راح نشوف فيديو بسيط أنا وياكم ونرجع اقول لكم شنو هاي الصور. الفيديو كلش طويل راح اختصر لكم اياه بش كم لقطه، تمام؟ ليتس جو. انجازات حققناها في سنه 2020، هاي بالسنه اللي هلا حبايبي كل عام وانتم بالف. ليش هاي السنه افضل سنه بالنسبه لي؟ سنه 2020 اول سنه بالنسبه لي افضل سنه مر. دانيال هنا منعس كلش مطفي، قلت له بابا تعال صور هاي الفيديو راح انام. انه صورك هاي السنة حققنا بيها انجازات انا وابني كلش هواي، بحياتي ما كنت اتخيل يوم انه اوصل هاي المرحلة، طبعا هذا بفضل الله ثم فضلكم. اول انجاز انه هذا اول انجاز هو دخلنا 100,000 كي على التيك توك. ثاني انجاز دخلنا 48 كي على الانستغرام. ثالث انجاز دخلنا اكثر من 9 مليون لايك على اليوتيوب. رابع انجاز دخلنا اكثر من 86 مليون مشاهد على اليوتيوب. رابع انجاز اللي هو استلم تكك عناني. هنا لا تلاحظون بعض كنت أصور، كنت أصور بتليفون شباب، واليوم ألف الحمد لله وشكر سيت أب وخير من الله. أكيد هذا بفضل الله ثم فضلكم أنتم شباب حبايبي. هسه راح أوريكم بعد هواي شغلات، انتظرون ندر على اليوتيوب، وهذا بفضل الله ثم فضلكم. وأخيرا وليس آخر أنا كم دخلنا 637 ألف متابع باليوتيوب بهاي السنة. هاي إنجازاتنا بهاي السنة، هاي انجازات سنة 2020. سنة 2020 شنو انجازات؟ انجازاتنا اللي حققناها بسنة 2021 بفضل الله ثم فضلكم انتم، لو ما انتم ما وصلنا لهاي الارقام. الحمد لله والشكر، كنا على تيك توك 100,000 واليوم هذا الرقم، وعلى الانستغرام كنا هذا الرقم واليوم هذا الرقم، مشاهداتنا على اليوتيوب كانت هذا الرقم واليوم هذا الرقم، كان عندنا درع واحد واليوم مشتركينا كان هذا الرقم اليوم هذا الرقم. فضل الله ثم فضلك انت عزيز المشاهد، انت هسه اللي جاي شاهدني، لو ما انت انا ما وصلت لهالارقام، انا ما وصلت لهالانجازات. انت صح فضل علي وتبقى صح فضل علي مدى حياتي. الف الحمد لله والشكر اللي رزقنا بهيج جمهور، اللي رزقنا بهيج عائله. كل هاي الانجازات اللي سويناها بسنه 2021 ما كملت الفرحه شباب، يعني كانت أمنية، كانت أمنية عندي إنه أبوي موجود وياي يشوفني أنا وين وصليت، وين صريت، وين جنيت، وين صريت. ألف الحمد لله والشكر على كل حال، والله يرحمه برحمته الواسعة. أنا عندي فيديو بسيط، هذا الفيديو كل ما أشوف نفسي كسول، أشوف نفسي متعاجز، أشوف نفسي مالي خلق أصور، أرجع أشوف هذا الفيديو. هسه راح اشوف انا هذا الفيديو انا وياكم، وان شاء الله مثل ما وعدتكم، ان شاء الله انا متردد من هذا الفيديو اللي صورته لان خايف، خايف ابكي وان شاء الله ما راح ابكي. خليني اشوف انا وياكم هذا الفيديو. بعد ما شاء الله شباب ما تحملت بكيت بس ما وعدتكم وياها، بس هذا الفيديو لازم اشوفه. ليش؟ لان هذا الفيديو كل ما اشوفه ابكي، كل ما ابكي ارتاح، ومن ارتاح اتذكر انه ابوي كان شريك ناصري، ابوي كان شريك من دادي، ابوي ما اشتغل بقوه. أقوم أفكر أكثر، أقوم أمنتج جدا يعني. وايد شغلات شباب، وايد شغلات. يعني يصير له حافز، يصير له حافز ويعني مو طبيعي. فخلينا نرجع شوي شوي.
حاب اوضع عن شغله انه اكو واير ناس تجيني بالخاص وبالتعليقات وكل مكان عن شربي، اقول لك انت ابوك ما صار له هواي من مات ومشغل اغاني، مرات اطلع بث اشغل اغاني، مرات يعني اخلي فيديو بيه اغاني، انت ابوك مو مات، انت شنو، انت ما تحب ابوك، انت ابوك ما بعد ما طالع دورة السنة ومشغل اغاني. شباب انا من انشر ما جاي انشر لشخص واحد، ولا جاي انشر ولا جاي اسوي فيديو واحفظه لي، انا اليوم عندي جمهور وهذا باب رزقي، لازم انشر. اذا يعني شلون انا انشر بس بكي، انشر بس حزن، لا انا لازم انشر هذا الشيء، يعني صار اليوم يعني مفروض علي، يعني لازم انشر شيء يتونس بيه المتابع مالتي، لان متعلم انا معلمه على ضحك على فرفشه، فهذا باب رزقي ولازم انا اطلع بجميع الالوان، اطلع يوم مخلي اغنيه، يوم حزين، يوم اضحك، يوم اسولف، يوم متونس، يعني الحياه ما توقف اللي هنا وتوقف، الحياه لازم تستمر. هذا هو فيديو اليوم، وهاي هي أسوأ سنة بحياتي. أنا عمري اليوم صار 28 سنة، هاي هي أسوأ سنة بحياتي مريت بها. الحمد لله وشكرا على كل حال. الله يحفظ أباكم، الله يحفظ أمهاتكم، الله يحفظ كل شخص عزيز عليكم. قبل أن الفيديو، نصيحة لوجه الله، أبوك ثم أبوك ثم أبوك، والله العظيم ما حد يقول لك إيش محتاج، ما حد يقول لك إيش تريد، وما حد يوقف وياك ويساعدك بنية صافية وبقلب صافي مثل أبوك. فدير بالكم على أبوكم، أبوكم أبوكم شباب، والله العظيم والله العظيم مستحيل مستحيل تلقون بهاي الكرة الأرضية كلها بحنان أبوكم، فدير بالكم على أبوكم. أنا ما أقصد الأم مو يعني مو مهمة، لا، بس أقصد أبوكم بالذات، أبوكم الأم جنة، بس الأب دير بالكم على أبوكم. قبل هذا الفيديو، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وبحيل الله وبدعمكم وبوجودكم، هاي السنة سنة 2022 راح ندخل 3 يا أقول 3 مليون شباب، 3 مليون مشترك إن شاء الله ندخل. إذا ما ندخل هاي السنة ندخل السنة الثانية مو مشكلة. لنوصل لنهاية الفيديو، انتظرونا بسنة 2023 إذا الله خلانا عدلين وخلاكم عدلين، ونرجع ونشوف نفس هذا الفيديو نعيده بسنة 2023 ونشوف شنو اللي حققناه بسنة 2022. باي باي.